صور اليوم غصت بوافديها الذين رفعوا أعلام المقاومة وجابوا كل الشوارع بعد كلمة السيد حسن نصر الله. الدراجات النارية تتبعها السيارات إضافة للذين شاركوا سيرا على الأقدام. وهكذا قرأ شعب المقاومة كلمة الأمين. نحن مع المظاهرات اللي بلشت من أول يوم، المظاهرات السلمية مش المظاهرات اللي بلش فيها تخريب وحرق طرقان. عندنا عالم مريضة بالسرطان. قادة الحراك يعلنوا عن حال، ليه ما بدهم يعلنوا عن حال؟ ليه هن متخافين؟ هن أصحاب قضية، يطلعوا يعلنوا عن حالهم، يطلعوا يبرسوا، يطلعوا يواجهوا. نحن كلياتنا نفس الوجع ونفس المطالب. نحن حلم كل لبنان يتحقق الإصلاحات. طلب السيد من العالم خير بده يتظاهر، يتظاهر. نحن ما قلنا عنده، بس بنفس الوقت دعا العالم إنه كل خي كل مطرح يعينه ممثل. هيدا الممثل بروح لعند رئيس الجمهورية، بيطرح مشاكله، بيطرح الإصلاحات اللي عنده. هو أول من طالب بحقوق الشعب ومحاسبة السياسيين واسترجاع الأموال المنهوبة من السياسيين الحراميين. بالنسبة لنا نحن هي المفصل، ووجه الناس لنتيجة هالمسيرات شو نتيجتها. أي شيء خارج القانون والتسكير عن الناس هذا ضرر لمصلحة لبنان. السيد تاج رأس العرب كلهم، هو اللي رجع للعرب كلها، رجع لهم كرامتهم ورجع لهم قيمتهم، لكأنه كلهم مدعوسين وكلهم كلاب لإسرائيل وعملاء. هي كلمة الفصل التي وضعت النقاط الناقصة على حروف مموهة، كلمة خفف يا سيد على خراب البلد، ولعينيه هب شعب المقاومة في مسيرات شعبية تؤكد من جديد وبعنوان عريض أن كلنا ثقة. أحمد عيسى وعبد الله عبد الرازق، ياسور.